بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وبركاته. هناخد جزء كده ان شاء الله نتعلم فيه ازاي نتعامل مع الصور. ازاي نتعامل مع الصور؟ هناخد دلوقتي حاجه اسمها الايمج سويتشر، هناخد الديزاين بتاعه والفايلز اللي احنا بنستخدمها اللي احنا عايزينها في الفيديو ده ان شاء الله. فانا هروح على المين منيو، كان عندنا البيست، ممكن اغير اسمها بس عشان استخدمها استخدام اخر في ان انا افتح الحاجات الخاصه بالايمجز. فهعمل التايتل بتاعها images بدل كلمة paste خلاص، والايكون والمش عارف ايه، سيبك من كل الكلام ده مش مشكلة. المهم ان احنا نروح نكتب له كود ان هو يفتح new activity بتاعتنا من خلال الانتنت عشان افتح الصفحة بتاعت الايمجز اللي احنا هنعمل فيها الشغل بتاع الايمجز ان شاء الله. فاروح على paste menu item، تمام، احنا ما غيرناش اسمه ولا حاجة، بس هفتح كده الكيرلي بريسز عشان اقدر اكتب الكود زي اللي كان موجود، او اخد كابي بيست كده على طول واروح اعمل بيست جوه البيست منيو ايتم. تمام، عملت انتنت والانتنت ده بيروح على السكند اكتيفيتي، قلت له لا احنا هنروح نعمل كده كليك يمين ونقول له والله احنا عايزين نعمل نيو اكتيفيتي، وادي له امبتي اكتيفيتي واديها اسم جديد مثلا عشان اقدر اشتغل عليها شغل الايمجز، فهسميها مثلا وليكن ايمجز اكتيفيتي عشان نبدا ناخد كام جزء كده من الكورس في الايمجز والتعامل معاها باشكال مختلفه. وبدانا بالايمج الايمج سويتشر يعني. طيب على العموم رحت بقى بعد كده قمت له بقى الانتنت من ذس اللي هي المين اكتيفيتي الى الايمجز اكتيفيتي ككلاس جافا، وقلت له ستارت اكتيفيتي كده الاكتيفيتي جاهزه للشغل بتاعت الايه الايمجز. كويس جدا. بعد كده احنا كده عملنا الاكتيفيتي الجديده، تمام. هروح على الايمجز الاكتيفيتي بتاعت الايمجز، رحت على الاكتيفيتي بتاعت الايمجز هي لسه فاضيه. هروح على اللاي اوت بتاعتنا، هختار لينير لاي اوت يكون فيرتيكال تحت بعضه، وادي له الايه الابعاد بتاعته من كل الجهات الكونسترين ويدجتس عشان يبقى فيه السبيسنج من جميع الجهات، تمام. وادي الجنب الاخير، تمام. واروح على بقى ايه كده خلاص اللينير لاي اوت بتاعتنا بقت جاهزه. هروح بعد كده على الباتنز، خلينا في احنا عايزين ناخد الاول تكست فيو مثلا، نكتب فيه كلمتين، تمام، عنوان الموضوع، بعد كده اختار باتن تحتيه، يبقى احط تكست فيو بعد كده باتن، وبعد كده هروح ممكن اسيرش او على ايمج فطلع لي في عندي ايمج فيو وفي عندي ايمج باتن، دول الحاجات اللي بتاعت الايمجز. فانا هختار طبعا احنا لو رجعنا مش نختارها من جوه مش مشكله عشان نبقى شايفين الكود ده، احنا دي اول مره نكتبها. فهقول له بص احنا عايزين حاجه مهمه جدا ايمج فيو، قلت له لا انا عايز ايمج سويتشر، ما كتبتهاش اصلا بره جاهزه. وقلت له الايمج سويتشر، احنا خدنا الايمج فيو العاديه، ايمج سويتشر ده هديها ويدث مثلا 350 دي بي، هنا انا بحدد المساحه بتاعت الصور اللي انا عايز اشتغل عليها، و 350 في 350، تمام. ده الايه بالنسبه للعرض والطول. في الجرافيتي، الجرافيتي بتاعتي عندي طبعا الجرافيتي هختارها سنتر عشان تبقى في النص، واديها اي دي الايمج سويتشر وليكن اسميها ايمج سويتشر وخلاص، تمام. كده انا ظبطت التاج بتاع الايمج سويتشر او الويدجت ديت او الايكون دي او غيره، والباتن هسميه نيكست باتن يعني عشان لما ادوس عليه ينقلني ليه يعني الايمج تبدا تتقلب وتبدا تشتغل يعني. والتكست فيو الاولاني ده مجرد جاست تايتل كتبت فيه ايمج سويتشر للبيج يعني، تمام. حلو جدا. دي الايمج سويتشر بتاعتنا. اروح على دروبل وهعمل كليك يمين واقول له والله احنا محتاجين نعمل بيست لمجموعه صور، قال لي ماشي احطها في الدروبل، ماشي قلت له اوكي. فنزل لي صور انا سميتها اي ام جي، فاير بيس، جافا، كوتلين، مونجو، يعني انت حط شويه صور. انا حطيت مثلا شويه صور هم اللي انا هعمل سويتشنج ما بينهم، كنت واخدهم كابي من فولدر وعملتهم بيست بس جوه الفولدر، ونكمل مع بعض ان شاء الله في الفيديو. السلام عليكم.